السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جينا باش نقدمو لازان. تبعوا معايا الطريقة حتى الاخر باش نعرفو كيفاش نقدمو هاد لازان. المهم بالنسبة للطريقة، نحتاجو البصلة محكوكة بطبيعة الحال، ملحة وبزار وشوية تاع زيت العود. وكتشوفو هنايا في هاد الكاسرونة الأخرى اللي فيها داكشي أحمر، هاديك لاصوص طوماط طنطيبة حتى هي، درت فيها الماء ومطيشة والتحميرة والملح والبزار ورق سيدنا موسى، ودرت فيها واحد شوية ديال الزعتر. من بعد ما تشحط لي البصله، درت زدت عليها الكفته من بعد الحال، شي نقصت البوطه مزيان باش ما تطيبش الكفته دغيا وما تكونش مع مخلطه مع التوابل. طيب الحل الملح والبزار والخرقوم تحميره عفوا، وكتزيدوا عليها مطيشه محكوكه، وكتزيدوا عليها ايضا الثومه. الى عندكم الثومه ديك اليابسه مطحونه مزيان، ما عندكمش كديروا الثومه العاديه. ومن بعد ما طاب زدت عليها لصوص طوماط. دابا غادي نعاود نزيد لصوص طوماط، يعني داك الكفته وما كتخلصش تطيب بزاف، ما تطيبش معاكم بزاف، باش ملي تزيدو عليها لصوص طوماط تكون تطيب فدوك لصوص طوماط وتطلع لكم واحد البنه اللي زوينه. وهنا نقدر ننصحكم انكم تزيدوا معلقه ديال معلقه صغيره ديال مطيشه تاع الحك، كيف ما شفتوا زدت عليها معلقه ديال مطيشه تاع الحك اللي كتعطي واحد اللون لاصوص طوماط، وكتعطيها واحد البنه اللي كتجي واعره. وبالنسبه للناس اللي كتعجبهم لاصوص طوماط، تقدروا ديروا كاس كبير ديال لاصوص طوماط. ونخليكم مع الطريقه اللي كتكون اكثر وضوح. من بعد ما طابت ديك من بعد ما طاب الكفته مع لاصوص طوماط، دابا نجو باش نقادو ديك عفوا نقادو صوص بيشاميل. بالنسبه لصوص بيشاميل، كنحتاجو 50 غرام ديال الزبده، لا ميم كونتيتي كنحتاجوها ديال الدقيق، ايضا 50 غرام ديال الدقيق. وكنحتاجو الاترول لاروب ديال الحليب، يعني تقدروا ديروا اترول لاروب، تقدروا ديروا حتى الاترول. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم هذا اللي كيعجبهم لازان يكون كيفاش ما عرفتش باش نقول لكم، يكون فيه لاصوص بزاف. انا ما كيعجبنيش داكشي يكون فيه لاصوص بزاف. داكشي باش طبيعه الحال دابا درت الدقيق وغنزيد الملحه والبزار، وكنبداو نحركهم طبيعه الحال. ما تخافوش هنايا، بالنسبه للناس اللي ما عمرهم ما صوبوا بشاميل، هنا ما تخافوش، ما كيكون كتكركب معكم مع الدقيق، كيكون عادي. تنخلط كيطيب تقريبا واحد دقيقه ونص، حوالي دقيقه ونص، ولكن تحركهم طبيعه الحال. اللي من بعد كنزيدو عليه داك كنزيدو عليه الحليب. انا من بعد ما طاب شويه هنايا، غادي نهز نجيب الحليب. اذا اترو تاع الحليب بالنسبه لي انا ثلاثة، انا اترو لا روب كيف ما قلت لكم ما كيعجبنيش. وبالنسبه حتى الكميه نتاع لازان اللي بغيت تقادو، بالنسبه لي انا كيف ما شفتو في التصويره الاولى في المينياتور، يعني ما عنديش واحد الكميه اللي كثيره ديال لازان. وبالنسبه لهاد بالنسبه لصوص بيشاميل خاصها تكون ثقيله بزاف، حيتاش من بعد كتخلى كتروبوزا، كتحطها شويه ترتاح،
من بعد كتبدا تخدم فيها، من كتبدا تخدم فيها كتكون تقلت شويه داك الدقيق، تيكون شرب شرب داك شرب داك الخليط شويه. ومن طبيعة الحال هنايا قبضت واحد المول فاش غادي ندير داك اللازان، طبيعة الحال ديال لاباطا على لازان اللي خصيصة بلازان، قبضت هذاك المول ودرت فيه الزبدة، طبيعة الحال دندو كامل بالزبدة، ودرت فيه الطبقة الأولى نتاع لازان، ودرت الكفتة هي ولا صوص طوماط طبيعة الحال، تيكونو هي اللي طيبت، تيكونو تاع مخينا مرتاحو، وكنديرو ديك صوص بيشاميل فوق منهم، وهكذا حتى كنكملو نخليكم مع الطريقة اللي كتكون أكثر وضوح. وواحد النقطة اللي نسيت نشير ليها هو أنكم تقدروا تطيبوا دوك لي بات ديالكم 20 سكوند في الماء يكون سخون بطبيعة الحال، 20 سكوند ما تفوتوش 20 سكوند باش ما تهجنش. ومن طبيعة الحال الفران تيكون سخون على 180 درجة، اللي عنده الفران ديال التحت والفوق كتسخنوه على التحت هو الأول، اللي من بعد كتحمرو داك الفرماج من الفوق. بالنسبة لي أنا هنايا خدمت بليمونطال، واحد النوع ديال الفرماج ما ننصحكمش تخدمو بيه لأنه تيجي قاتح، تقدرو تخدمو بموتزاريلا ولا فرماج أحمر. يعني كطيبوها تقريبا واحد 20 مينوت، المهم ما بين 15 دقيقة حتى 20 دقيقة، وكتخرجوها وتيكون لازم تكون موجود. فنخليكم حتى نهاية الفيديو. ودابا وصلنا للنهاية ديال الفيديو، فنتمنى يكون الفيديو يعجبكم بزاف، تكونوا تجربوا لا غوسيط. وبالنسبة للناس اللي مازال ما اشتركوش نتمنى لكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم أي جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.